أذية المؤمنين إيذاء لله رب العالمين. خطبة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 30 من شهر محرم لعام 39 و400 الهجرة، ألقيت في دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله. وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كنا تذكرنا في جمعتين سابقتين حقوق المؤمنين، وكيف يتعامل المؤمن مع المؤمن، وماذا ينبغي أن يكون بينهم من التراحم، وحقوق المسلمين كثيرة، والله عز وجل قد عظمها في كتابه الكريم. مواصلة في ذلك، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأذية المؤمن أذية لله عز وجل، فالله يحب عباده المؤمنين، ولهذا توعد من يؤذيهم بما سمعتم، فقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تحمل على كاهله الإثم الكبير، تحمل على كاهله البهتان، لأن هذا المؤمن عبد لله عز وجل،
حقه أن يحب، حقه أن يكرم، لا أن يؤذى بغير حق. فلهذا على كل مؤمن أن يعلم واجبه تجاه أخيه المؤمن، لا يصل إليه أي أذية صغرت أم كبرت، دقت أو جلت. وكما تحب أن لا تؤذى فلا تؤذي، كما تحب أن تكون مكرما أكرم المؤمنين، هكذا يجب أن يكون تعامل المسلمين فيما بينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، إلى آخر الحديث. والمراد ببقية الحديث معرفة الأمور التي يستحق العبد بها أن يكون وليا لله عز وجل، وهي فعل الفرائض ثم فعل النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فبدأ الحديث بالتهديد قائلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. المسلمون المؤمنون القائمون في بيوت الله عز وجل المحافظون على الصلوات الخمس، هؤلاء أولياء الله، ولديهم من الولاية لله عز وجل بقدر ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، وبقدر ما تحقق منهم من الصالحات. وختم الحديث بالوعد لهم أن يستجيب دعاءهم. وفي هذا لفت نظر لمن عادى أولياء الله أنه معرض لأن يدعو عليه أولياء الله، فعرض نفسه لنقمة الله جل وعلا، والله ينتصر لأوليائه. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فذكر المؤمنين أنهم هم القائمون ببيوت الله، وأنهم المحافظون على عبادة الله في آناء الليل وآناء النهار وآناء النهار. ووعدهم بالوعود العظيمة والأجور الجزيلة، فحق هؤلاء أن يحبوا لا أن يؤذوا، حق هؤلاء أن يكرموا لا أن يهانوا، حق هؤلاء
أن يوالوا لا يحاربوا، إنهم القائمون في بيوت الله المحافظون على حدود الله. ويقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا سؤال بدأت به الآية: ومن أظلم ممن فعل كذا وكذا. الجواب: لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم منه، فهذا من أظلم الناس. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. توعدهم الله عز وجل بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. وما ظنك إذا كان الذي يستعظم العذاب هو الله العظيم سبحانه وتعالى؟ أليس عند الإنسان خوفا على نفسه من العذاب؟ أرأيت الطفل الصغير سيحمل الشيء الخفيف ويراه عظيما، لكن عندما يأتي الرجل الجلد الكبير القوي ويقول هذا الشيء ثقيل كبير، فهذا يدل على أنه ثقيل حقيقة. فالكلمة تستمد قوتها من قوة قائلها. فالعظيم سبحانه وتعالى يقول لهم في الآخرة عذاب عظيم، فهذا دليل على أنه عظيم حقا، ولا يعلم مقدار عظمته إلا الله. خف على جلدك، خف على لحمك، خف على عظمك، خف على نفسك من عذاب الله جل وعلا. خف على نفسك من الخزي في الدنيا والنكال في الآخرة. نعم أيها المسلمون، لهذا فالأمر جلل وحقوق المسلمين عظيمة. وكلما كان الإنسان أعظم صلاحا وتقى كان حقه أعظم وأجل، كان حقه أعظم وأجل. فلهذا المسلمون لهم حق، المؤمنون الذين أصلحوا منهم لهم حق. فمن سب مسلما فهو آثم، من سب عالما فإثمه أعظم، من سب الأئمة الأعلام كان إثمه أعظم، من سب التابعين كان إثمه أعظم، من سب الصحابة كان إثمه أعظم، ثم بعد ذلك من سب الله ورسوله. فجعل الله عز وجل اسمه واسم رسوله في آية مستقلة، وبقية المؤمنين في آية أخرى، كما سمعتم في الآية السابقة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمن هنا تعلم أن المسلم كلما ازداد صلاحه عظمت حرمته عند الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن الحق ثقيل على النفوس، فالمؤمنون الصادقون وأهل العلم والدعاة إلى الله أتوا إلى الناس بما يحول بينهم وبين شهواتهم ورغباتهم وأهوائهم، فربما انزعج كثير من الناس. فلهذا جاء في حديث بدء الوحي في حديث عائشة رضي الله عنها عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء إلى خديجة فقال: لقد خشيت على نفسي،
قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم أخذت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، قالت: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتحة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال: هذا والله الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني أكون حيا، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتِ أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هكذا معشر المسلمين، ذكر ورقة بن نوفل هذا الكلام مبينا حال كل داع إلى الحق إلى قيام الساعة، مع ما مضى من التأريخ فيما مضى، فإن المؤمن يؤذى ولا بد. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وفي هذه الآية بيان أن الذي يتعرض بالأذية للذين يأمرون بالقسط من الناس، والمراد بالقسط العدل، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيه بيان أنها سنة يهودية، فالآية مقصود بها اليهود، فهم الذين كانوا يقتلون الأنبياء ويأمرون بالقسط من الناس. فذكر الله وعيدهم فقال: فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، ولن يجد نصيرا، ولئن وجد ناصرا في الدنيا انقطع عنه النصير منذ أن يكون على فراش الموت، ثم في قبره، ثم في أرض المحشر، ثم في نار جهنم، والعياذ بالله. أيها المسلمون، جاء في الحديث، في حديث ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن رجلاً أمر الله الملائكة أن تجلده في قبره 100 جلدة، فما زال يتضرع إلى الله حتى خففها إلى 1 جلدة، فضربوه صوتاً واحداً فاضطرم عليه قبره نارا، فحين خف عنه قال: لم جلدتموني؟ قالوا: صليت صلاة بغير طهور، ومررت بمظلوم فلم تنصره. هذا يبين لك عظم حق المؤمنين، فإذا كان هذا الذي لم ينصر المظلوم فكيف بالظالم ذاته، فإن إثمه أعظم والعياذ بالله. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كان حق هذا في حق هرة، فكيف بحقوق المؤمنين؟ فإنها أعظم من ذلك. ومر ابن عمر رضي الله عنه على شباب قد نصبوا دجاجة ويضربونها يرمونها بسهامهم
وجعلوا لصاحب الدجاجة كل خاطئة من سهامهم. فقال ابن عمر: لعن الله من فعل هذا، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله من جعل الطير من جعل ما فيه روح غرضا، أي هدفا له ونصعا يضرب عليه. فانظر كيف عظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا بوحي من الله، حقوق دجاج وقطط وغير ذلك. هذا يدلك على أن المؤمن لابد أن يعلم أن عظمة المؤمن أعظم، وأن المسلم حقه أعظم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. هذه صفة المؤمنين، بعضهم أولياء بعض، وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا بخلاف المنافقين الذين ذكروا في آيات سابقة على هذه الآية، فقال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لهذا أيها المسلم، المؤمن دوره في حياته الدنيا أن يكون مصلحاً لما حوله في المجتمع، ويتعاون المسلمون في ذلك، كل واحد في محيطه، وكل واحد على حسب قدراته، على حسب قدراته العلمية وقدراته النفسية وقدراته التي يشير إليها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الرجال والنساء مكلفون هذا التكليف، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن هنا تعلم أن في قلب المؤمن من الخير للمجتمع شيء لا يعلمه إلا الله، والناس يتفاوتون في ذلك. المؤمن الصادق لا يحب أن يرى قتل النفس المحرمة، لا يحب أن يرى الربا، لا يحب أن يرى الزنا، لا يحب أن يرى الغش ولا الكذب ولا الغيبة ولا النميمة، لا يحب أن يرى عقوق الوالدين ولا قطيعة الأرحام ولا سوء الجوار، لا يحب أن يرى السب ولا أن يسمعه،
ولا الشتم ولا اللعن، لا يحب أن يأكل الناس أموال بعضهم ولا أن يظلم بعضهم بعضا، فهو يحب أن يرى الخير في وسط المجتمع، فإن رأى شرا في المجتمع سعى إلى إزالته بالنصيحة، بالكلمة الطيبة، بالتوجيه الحسن. وهو هذا المعنى الذي في الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كيف تتخيل في ناظرك مجتمعا قائما على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمكن أن يصل العبد إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا دخل حب المجتمع وحب الناس في قلبه، وذلك ناتج عن حبه لله عز وجل. فمن حبه لله أحب أن يكون الناس مطيعين لله عز وجل، خاضعين لله عز وجل، مستجيبين لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو حال المجتمع، وهذا هو حال المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا يحب أن يكون إنسان مريضا يتمنى العافية للناس، يتمنى أن يكون الناس ميسوري الحال، لا يكون فقراء. لا يحب أن يرى أحدا يتضرر بسحر الساحرين ولا بشعوذة المشعوذين ولا بغير ذلك، فهو يحب الخير للمجتمع بكامله. أرأيت حال المؤمنين؟ أرأيت ماذا في قلوب المؤمنين؟ لكن لو رأيت إلى حال المنافقين كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كانوا بين يديه يظهرون الكلام الحسن ويتمنون له كل مصيبة وكل بلية وكل رزية، ولكنهم إنما يضرون أنفسهم. فلهذا معشر المسلمين، إذا وجد المسلم في قلبه كراهية لأخيه المسلم فليعد النظر في إيمانه، وليعد النظر في نفسه، وليعد النظر في أموره. لا بد أنه مختل في داخله، لأن الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يتولى كل واحد أخاه وجاره، يكون بينهم الأخوة، يكون بينهم الجوار، يكون المسلمون يدا واحدة متحابين، يدعو بعضهم لبعض ويدفع بعضهم عن بعض في ظهر الغيب بما يذكره عن أخيه من الخير وما يعلمه من الخير، لا أن يكيد بعضهم لبعض. أيها المسلمون، المسلمون لا بد أن يكونوا يدا واحدة، رافضين لأي فكر منحرف، لأي منهج منحرف، لا يكونون أيد لأعداء الله عز وجل. في وسط مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بعض المشركين أن يتخذ يدا له من المنافقين، فابتنى مسجدا حتى يحسن الظن، يحسن الناس الظن فيه. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدهم أن يصلي فيه إذا رجع من غزوة تبوك، فقال له الله: لا تقم فيه أبدا، فنهاه الله عن القيام في ذلك المسجد. فلهذا معشر المؤمنين،
لا يأمن المسلمون من وجود أعداء الإسلام يمدون أيديهم إلى وسط المسلمين ليجعلوا من أفرادهم ومن أبنائهم أيدي لقضاء مآربهم ومقاصدهم ومرادهم. فالمؤمنون إخوة، المؤمنون يد واحدة، المؤمنون متحابون فيما بينهم. واعلموا أن الصلاة شأنها عظيم في الحفاظ على أمن المجتمع وفي الحفاظ على أخوة المسلمين. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكلما كان المسلم أعظم حفاظاً على الصلاة كان أبعد عن أن يكون يداً لأعداء الله، أو أن يكون قاطع طريق، أو قاتلاً للنفس المحرمة، أو سارقاً أو زانياً أو غير ذلك، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلنربي أبناءنا وبناتنا على ذلك، ولنحافظ على أداء الصلاة في أنفسنا وفي من يلينا من أهلنا وأقاربنا وجيراننا ومن قدرنا عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احكم دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احكم دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيه. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.